بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة النازعات وهي مكية، الصفحة 66 و400. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ ناجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي النازعات غرقا الملائكة، يعنون حين تنزل أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلتهم النشاط، وهو قوله والناشطات نشطا. قاله ابن عباس. وعن ابن عباس والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد والنازعات غرقا الموت. وقال الحسن وقتادة والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى والنازعات والناشطات هي القتيل في القتال، والصحيح الأول وعليه الأكثرون. وأما قوله تعالى والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة، وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت. وقال قتادة هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح هي السفن. وقوله تعالى فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة. قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق. وعن مجاهد الموت. وقال قتادة هي النجوم. وقال عطاء ابن أبي رباح هي السفن. وقوله تعالى فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة. قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق. وعن مجاهد الموت. وقال قتادة هي النجوم. وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله. وقوله تعالى فالمدبرات أمرا قال مجاهد وعلي وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة. زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا، ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى. وقوله تعالى يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد. وعن مجاهد أن الأولى وهي قوله جل وعلا يوم ترجف الرادفة، يوم ترجف الرادفة
فكقوله جلت عظمته يوم تردف الأرض والجبال. والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله. وعلمه الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. وقوله تعالى قلوب يومئذ واقفة قال ابن عباس يعني خائفة. وكذا قال مجاهد وقتادة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها وإنما أضيفت إليها للمنابتة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله تعالى يقولون إنا لمردودون في الحافرة يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها. ولهذا قالوا فإذا كنا عظاما نخرة وقرأ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي باغية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي وقتادة الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار. وما أكثر أسماءها هي النار والجحيم والسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. وأما قولهم تلك إذا كرة خاسرة فقال محمد بن كعب قال قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة. وقال إبراهيم التيمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال أبو مالك وربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقوله تعالى فإذا هم بالساهرة قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها. وكان قال سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح. وقال إكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض. وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال والساهرة المكان المستوي. وقال الثوري الساهرة أرض الشام. وقال عثمان بن أبي العاتكة الساهرة أرض بيت المقدس. وقال وهب بن منبه الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس. وقال قتادة أيضا الساهرة جهنم. وهذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى. وقال ابن أبي حاتم
حدثنا علي بن الحسين، حدثنا حرز بن المبارك الشيخ الصالح، حدثنا بشر بن السري، حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، فإذا هم بالساهرة قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي. وقال الربيع بن أنس: فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز بالله الواحد القهار. ويقول تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: ويوم نسدر الجبال وترى الأرض بارزة، وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض، وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يبرق عليها دم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به، ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره؟ إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء، بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه. فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقه ومسلك، إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع، وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك، فتخشى، أي فيصير قلبك خاضعا له، مطيعا خاشعا، بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير، فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله. فكذب وعصى، أي فكذب بالحق، فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر بقلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له. وقوله تعالى: ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمع بالسحرة ليقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات. فحشر فنادى، أي في قومه، فقال أنا ربكم الأعلى. قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: ما علمت لكم من إله غيري، بأربعين سنة. قال الله تعالى: فأخذه الله مكان الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتنبذين في الدنيا.
ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله مكان الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينزجر. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها مرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وقوله تعالى بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالك ونهارها مضيئا مشرقا منيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبل وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. هذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهور بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشفق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تنوب، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا ربي
فهل من خلقك شيء أشد المريض؟ قال نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حمر حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي متنهم ويعجلون علي بالخطايا فأرساها الله من جبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون. وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه غريب جدا. وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأذرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها. كل ذلك متاعا من خلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة. قال ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مقبع كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا فأما من طغى أي تمرد وعتي وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخراه فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقون ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها فإن الجنة هي المأوى أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمنا عند الله. وقالها هنا إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها أي
إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسارة على من كذبك وخالفك. وقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من تحذيرهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. قال جبير عن الضحاك عن ابن عباس: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاين الآخرة. آخر تفسير سورة النازعات، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.